مساء الليل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي صحة كويسة. انا شاكر ليكم سؤالكم عني ساعة ما كان عندي مشكلة في الحساسية من الإضاءة، الحمد لله بدأت تتحسن. هي بتيجي كل شهر فترة كده بس الحمد لله الواحد اتعود عليها. اتمنى دعمكم بالشير واللايك، نكبر القناة مع بعض. احنا وصلنا تقريبا 20,000 على اليوتيوب، فيسبوك لسه بادئين جديد، وصلنا حوالي 1,000 واحد. انا بطمح 100,000 قبل نهاية السنة ديت. عايزين نوصل الفكر الصح والحقيقة للناس، مش عايزين نوصل الخزعبلات والدجل والخرافات للناس، خلينا نوصل لهم الحاجة الصح. فيديو النهاردة تشوف الجن. يعني ايه تشوف الجن؟ اول حاجة الجن محدش بيشوفه، بس عشان نبقى واقعيين بصورتنا بصورته الحقيقية محدش بيشوفه، لكن لو شفته هتتسرع وهتموت، مش هتعرف تشوفه. فبيجي لك متجسد، التجسد بيكون على صورة كلب او قطة او تعبان، دي اكتر 3 حاجات بيتجسد فيها الجن. ممكن يتجسد لك صورة راجل او ست، وحش او حلو، دي في حالات يعني نادرة مش حالات دايمة. فانت بتشوفه، ومثبت في الكتاب والسنة ان ابو هريرة شاف الجن، ورسول صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والتم تسليم قال له صدقك وهو الكذوب. وفي ناس شافته وممكن تشوفه انت ما تعرفوش، ممكن يعدي جنبك وانت مش عارف ان هو ده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ورسول صلى الله عليه وسلم قال لك ما تقتلش التعبان الا لما تحرج عليه 3 مرات. نفس الشيء بالنسبة للقطة والكلب، مش كل كلب او قطة او تعبان يبقى جن من العالم الاخر، لا، ممكن يبقى حيوان عادي. عشان كده انت بتحرج عليه وبتنذره لمدة 3 ايام او 3 مرات عشان يمشي ويسيب المكان دوت. طيب ممشيش يبقى انت تقتله، بس ما تخافش منه وتسيبه وتجري لو انت تأكدت انه جن، لان مش هيسيبك، هيأذيك. اسمع كلاما، هيأذيك. وفي نفس الوقت ما تقتلوش من اول مرة، لان اهله مش هيسيبوك، او معنى صح عشيرته مش هتسيبك. فلازم تحرج عليه، والتحريك معروف طريقة التحريك والانذار ان بالسلام ويمشي، ولو جن هيمشي، ما مشيش بيتحمل هو في المرة التالتة، لان بيكون خلاص عارف ان انت مؤمن قوي الايمان وما بتخافش من حاجة. طيب الفيديو اللي جالي ده كانت بعتلي من فترة وانا معلقتش عليه، خلينا نشوفه مع بعض ونعلق عليه مع بعض. طيب هنا زي انتم شايفين من الفيديو ده شارع عادي، دي كاميرا شارع بتاخدها يعني من الشارع. شايفين القط الاسود دوت، ده نازل دخل جوه المكان دوت، ده مستخبي. طب مستخبي مستني ايه؟ هتشوف مستني ايه وهيعمل ايه. وايه اللي خلاني قلت انه جن عاشق؟ هو مستني بنت من ال3 بنات اللي جايين دول. استنى كده لما يقربوا، بص البنت اللي هو عايزها اول ما تقرب من المحل، شايف نط على رجلها، قط عادي نط على رجلها وخلاص. طيب القط العادي اول حاجة ما ينضربش وما يستناش، اول حاجة ما يستناش حد معين. لو تلاحظ ان هو استنى البنت دي بالذات، شايفين زمايلها عمالين يشدوا ومش راضي يسيبها، متمسك بيها. طيب هل لو انضرب ده كان مشي؟ طيب شايف الراجل اللي واقف عمال يضربه، الراجل عمال يضرب فيه. تابعوا الفيديو مع بعض، والضرب اللي عمال ياخده القط دوت وهو مصمم انه يمسك في رجل البنت. انا هفسر لكم بعد كده الحالة دي. شايفين داس على ديله ازاي، وفي واحد واقف مش عارف من توك توك او موتوسيكل ونازل بيضربه بعصاية، مصمم يتمسك بيها. اصحابها سحبوها لورا وبرضه بيضربوه، مش راضي يسيب البنت، عايز يطلع بأي حاجة. حتى هي لو كانت سابت له شوز كان مشى على فكرة، يعني لو سابت له شوز كان مشى، كان هياخده هيجري، وهقول لكم ليه. بس شايفين كمية الضرب اللي بينضربها؟ طيب ده جن عاشق، ده جن متجسد وعاشق. اللي فاكرين حلقة الجن العاشق اللي قلت لكم ساعات تصحى ما تلاقيش الحاجة في مكانها، يكون هو احتضنها أو مسح نفسه فيها من كتر حبه وعشقه ليك، هو ده اللي بيحصل. هو كان عايز ياخد منها الشوز، الجزمة بتاعتها، على اساس ان من كتر حبه ليها من كتر عشقه ليها فكان عايز ياخدها. مش شرط على فكرة ان الجن العاشق يكون قطة او كلب، ممكن يكون اي حاجة تانية، ومش شرط انه يتجسد لك، ومش شرط العمر، بس عشان تبقى عارف. يعني مش تقول انا راجل كبير او ست كبيرة ما يطلع ليش، او شاب صغير، شاب صغير، لا عادي جدا. هو الجن بيحب،
زيه زي اي مخلوق تاني، خلق ربنا سبحانه وتعالى ليه مشاعر وبيحس بيها وبيحب فيها، بس هو للاسف بيحس باحساس غلط في مكان غلط ولحد غلط. فربنا يعين. فزي ما انتم شفتوا كده، ده كان مصمم، كان مستني البنت لغايه ما وصلت عنده وسابها هي دون عن صاحبتها. سبحان الله، يعني تحس انه كان حاسب ان حساب ان البنت دي هي اللي هتقف قدام، يعني هي اللي هتقف قدامه هو مش البنتين التانيين. وفعلا دخل مستناها في الحته اللي تحت السوبر ماركت دي لغايه ما قربت. اول ما قربت هجم عليها. الفيديو ده منتشر على الانترنت من فتره، بعد لفتره كبيره من شخص معين على اساس علق عليه وانا اديته تعليق عليه. اللي عنده اي تعليق عليه شرفني، قد اكون اخطات وقد اكون اصبت، ان اصبت فمن الله وان اخطات فمني انا. اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم واشوف دعمكم ان شاء الله. شكرا ومع السلامه.